سياسياً ما يختلفوش اثنين على الدور القيادي لألمانيا وفرنسا في الشأن القاري، على خاطرهم يمثلوا القاطرة اللي تقود بقية العربات في الاتحاد الأوروبي. الزوز بلدان تجاوزوا الماضي بفصوله المؤلمة وتفرغوا لتجسيد ما تمليه المصالح المشتركة. رياضياً وتحديداً في كرة القدم يختلف الوضع جذرياً في البحث على الزعامة في قارة متطورة في هذا المجال. التوافق السياسي بين البلدين ما تنقلتش العدوى متاعه للمجال الكروي اللي مطواش كلياً صفحات موجعة من تاريخ توارثته أجيال عبر السنين، والدليل هو اختلاف التفاعل الجماهير الفرنسية والألمانية بين الحوار المباشر لمنتخبيهما رسمياً أو ودياً وبين المباريات مع باقي المنتخبات الأخرى. المجد الأوروبي تميل الكفة فيه للمانشافت اللي كتب فصوله الناصعة بثلاث ألقاب قارية في بطولة الأمم وتمثيل رائع لقارته في كأس العالم بأربعة تتويجات. أما الديكا صاحوا بعد صمت طويل بتتويجين قاريين عام 84 و2000 ولقبين عالميين في 98 و2018. في المواجهات المباشرة بين المنتخبين الرسمية منها أو الودية تقول الحصيلة أنه الكفة تميل للديكا. في 31 مباراة نلقاو 14 فوز لفرنسا، 9 لألمانيا و8 تعادلات. أما اللي يتأمل في الحصيلة هذه يلقى أنه انتصارات المانشافت كانت أكثر وقعاً رغم قلة عددها مقارنة بالمنافس. الألمان قطعوا طريق النهائي لكأس العالم على الفرنسيين بزوز انتصارات مثيرة ياسر في نص النهائي لبطولتي 82 و86. هذا التفوق المعنوي للكرة الألمانية اللي تلقب بالماكينات تواجه نظيرتها الفرنسية بكونها الأكثر تصديراً للسعادة للأندية الجارة لها عبر السفراء فوق العادة ينشر الفرحة من أسبوع لآخر في مختلف الملاعب. وربما الحاجة الطريفة في الأمر هي أن زعيم الكرة الألمانية البايرن ميونخ يضم في صفوفه 6 لاعبين فرنسيين في سابقة هي الأولى شهدت عليها مباريات دوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة تلك التي جمعت بين البايرن والباريس سان جيرمان في دور ربع النهائي. في هذه النسخة 16 لبطولة الأمم يبدو أن الوضع مش مريح برشا لمنتخبي فرنسا وألمانيا في مجموعة لقبت بالحديدية. العبور للدور الثاني بشكل آمن دون التعلق بأمل المركز الثالث يتطلب تحييد البرتغال بكتيبته المتناغمة بقيادة الدون كريستيانو رونالدو وحرمان المجر من تأكيد مقولة الأرض تلعب لصاحبها. سيناريو معقد بدون شك بالنسبة لجماهير المنتخبين الكبيرين، وبين فاعلية الماكينة وصياح الديكة ربما تكون هذه قمة مبكرة من عمر البطولة وتدل على حقيقة استعدادات الغريمين في الستينية للبطولة أرادها بلاتيني أنها تكون غير تقليدية.